اللي البارح حقق انتصار كبير وانتصار متاع رياكسيون، خاصة بعد البوليميك اللي صارت بعد الأداء الكارثي إن صح التعبير والفوضى اللي صارت في مباراة غامبيا. المنتخب التونسي يرجع بقوة ويعمل رياكسيون كالعادة ويهزم أفضل منتخب حاليا في كأس أمم أفريقيا نيجيريا اللي حقق 3 انتصارات من جملة 3 مقابلات. مرحبا بكم الناس الكل في إكسترا تايم سبيسيال الكان، متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. أكيد برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم، وأنا اليوم مريو المنتخب أكيد فرحة كبيرة، ولكن لازم الناس الكل تحط ساقية على القاع لأنه منافسنا القادم ماهوش منافس سهل اللي هو منتخب بوركينا فاسو واللي عندنا الثأر الرياضي معاه، خاصة بعد الكان نتاع 2017 اللي انهزمنا فيها ضد المنتخب هذا في الدور ربع النهائي بطريقة مذلة نوعا ما. هذاك علاش المباراة مش تكون مباراة ثأرية. سعيد جدا بحضور زوز ضيوف جدد بحذانا في الاستوديو باش نحكيو على المواضيع اللي باش نقولها لكم بعد شوية. عماد بن يونس المدرب اللي عنده صولات وجلوات في البطولة التونسية سي اس اس ترجي ليتوال سواء كان كلاعب ولا كمدرب. عماد مرحبا بك. مرحبا بك وبكل مستمعين إذاعة ديوان اف ام. يعطيك الصحة عماد. من عماد إلى عماد، عماد الواتي المهاجم السابق للنادي الصفاقسي والمهاجم الحالي للنجم الرياضي الساحلي، وكانت عندك تجارب كبيرة برشا في الصين وكيف كيف في الدنمارك. عماد مرحبا بك. شكرا على الاستضافة خويا الياس، ومرحبا بك والاخرين اللي معنا في الاستوديو وكل مستمعي ديوان اف ام. يعطيك الصحة. عماد فوزي الخماسي كالعادة على يميني. فوزي مرحبا بك. مرحبا بك الياس، مرحبا بكافة المستمعين ديوان اف ام. انت المريو الراويزم حتى رابع على خاصة المريو المنتخب الراويزم ديما موجود، يعني الشعار نتاع تونس راه موش في مباراة باش نلبسوها. تو شوفوا كان ربحنا ماتش بوركينا فاسو الاثنين الجاي نكمل به، اش قولك؟ ان شاء الله. هو بالطبيعة الواحد متفائل بعد انا الاسبوع الفارط قلت المرتبة الثالثة، صحيح مرتبة ثالثة، وقبل في اللوف قلت باش نترشحوا، يعني انا الاسبوع الفارط قلت تونس مسترشح مرتبة ثالثة. خوفنا من المرتبة الثالثة، لكن اللي يحب يهز التيتلوات مهما كان فريقي قدامه يلزم يربح. أكيد. سفيان سيسي أهلا وسهلا بك. تحية ليك الياس، تحية لكل مستمعي إذاعة ديوان اف ام. برافو للمنتخب الوطني التونسي، تحية للشعب التونسي الحمد لله، وتحية زادة كيف كيف الكوكب عقارب اللي البارح عمل ماتش مزيان برشا في المرسى دونك، والرئيس نتاعها سامي بن خضرة اللي هو لاعب سابق بالنادي الرياضي الصفاقسي، وشهد حضور البارح الماتش حضور اللاعب السابق اسكندر السويع في الماتش هذا. سامي ماذا بينا نعاونوه، نقفوا معاه نقفوا مع الكوكب، فريق قاعد كبير يقدم في مباريات ممتازة دونك لازم الدعم المالي والناس كل نقفوا مع الفريق هذا. أبار الدعم المالي مشكلة كوكب عقارب بعد الحوادث اللي صارت على النفايات وعلى مصبع عقارب، يعني فما حاجة اللي يمكن كوكب عقارب قاعد يقاسي منها هي عدم اللعب يعني في ملعب نتاعو، خاطر فماش مركز حرس غادي الأمن ما يجمش يأمن مباراة يعني في عقارب، خاصة بعد حرق المركز. يعني المشكلة هذه مشكلة كبيرة ياسر كوكب عقارب، ماذا بينا السلطات الجهوية ولا إدارة الأمن ولا وزارة الداخلية تشوف حل الفريق هذا. كوكب عقارب مساهم كبير ياسر، خاصة يعني وجود سامي بالخضرة اللي لما لاعب سابق في النادي الرياضي الصفاقسي يفهم كرة كان بالأحرى، يعني يشوفوا حل على خاطر ظروف عقارب في التنقلات يعني البرة ولا الداخل ديما تدفع فلوس ديبلاسمون، بتعرف انت الفلوس ما هي سهلة، دونك ماذا بينا يشوفوا لهم حل وعودة كوكب عقارب للعب في ميدان بتاعها. أي سيدي باش نحكيو اليوم على المنتخب الوطني التونسي اللي يتحدى كل المصاعب، ظروف الإقامة والتحولات البعيدة من ليمبي إلى مدينة قروة، المصاعب الأخرى في علاقة بكورونا، وإن شاء الله مع الوقت اللي مازال قبل ماتش بوركينا فاسو يرجعوا تدريجيا بقية الملعبية المرضى، ومنتخبنا ينتفض نيجيريا ويفوز عليه. كيف كيف باش نحكيو على قرعة دور الفاصل من كأس تصفيات كأس العالم قطر 2022 وتونس اللي باش تلعب مع مالي، وكيف كيف مواجهات كبيرة برشا لبقية المنتخبات العربية. وفي الساعة الثانية بعد استقالة منصف خماخم، هل تنفرج أزمة النادي الصفاقسي أم تزداد حدة؟ وكيف كيف باش نحكيو على تركيبة الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي وما هي الأولويات في الفترة القادمة. إذا البداية باش تكون بمنتخبنا الوطني التونسي، انتصار 1-0 البارح امام نيجيريا، هدف يوسف المساكني. نبدا معاك سفيان، كيفاش شريت المقابله هذيا خصوصا بعد الفوضى الكبيره اللي رناها في مقابله غامبيا؟
المباراة هذه نبداوها قبل كل شيء الياس باللي ستاتيستيك اللي موجودين في المباراة هذه اللي ارقام ماتش نيجيريا وتونس. نبداو بنسبة الاستحواذ اللي كانت 47% لتونس مقابل 53% مقابل نيجيريا. نلقاو التمريرات الصحيحة 298 تمريرة لتونس مقابل 339 تمريرة لنيجيريا. الفرص الاختيرة للتسجيل كانت فرصة لتونس ونيجيريا كانوا عندها زوز فرص، وعدد التسديدات هي 7 لتونس منهم 3 على المرمى ونيجيريا 13 تسديدة واحدة بهم على المرمى. أكثر من فاز بالثنائيات هو اللاعب عيسى العيدوني اللي عمل ربح 14 ثنائية. المنتخب الوطني التونسي برهن علو كعبه البارح، سيتا ماتش إكزامبل البارح بالنسبة للجهاز الفني. دونك الجهاز الفني نحكي بصفة عامة اليوم على وجود كيف المدرب القادري فريمون، ثم حضور كبير برشا على الميدان، ثم حضور ذهني للملاعبية برشا، ثم كومينيكاسيون تعديت بين المدرب وبين الملاعبية على المستوى التحضير سيرتو الذهني. البلاسمون ريبلاسمون سيتا ماتش خلينا نقولوا احنا مع نجم في ان بلوك فلوتون كيما هكاكا تجم يتدرس كل صراحة. كانت معناتها الثنائيات واللي ترونجيلاسيون واللي زون دو ريكوبيراسيون واضحين بالنسبة للملاعبية، معناتها خلينا نقولوا أبدعوا الملاعبية وكان العطاء نتاعهم 100% في الماتش هذايا. الماتش هذايا كي ناخذوه زاد من لونجل واحد آخر، ناخذوه من لونجل الظروف القاسية اللي تعدى بها المنتخب الوطني التونسي واللي تجاوزها، معناتها ظروف كان الناس الكل كانت تستنى في ردة فعل أخرى سلبية، ما كانش تتوقع، أنا واحد من الناس ما كنتش نتوقع ردة فعل للملاعبية بالطريقة هذه. من الناحية التكتيكية والتقنية المباراة هذه المنتخب الوطني التونسي أحكم فيها أكثر من الحكم فيها المنتخب النيجيري. علاش؟ لأنه المنتخب الوطني التونسي أعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، لعب بكل واقعية في المباراة هذه واستخلص العبرة من مباراة غامبيا شفناها اللي احنا خير منها كيفاش لعبت، طيحت البلوك نتاعها ولعبت على الكونتر. اليوم كنا باكثر واقعيه، طيحنا البلوك نتاعنا، كان بلوك فلوتون طيح شويه ولعبنا على الكونتر نتاعنا. دونك المباراه هذيت ونحكيوا فيها اكثر. عماد بن يونس سفيان حكى على نقطه مهمه برشا على جلال القادري، هل تعتبر انه معناه الفوز نتاع البارح كمدرب اليوم منظر الكبير شكون الاحق ربما البارح؟ لانه فما برشا حكاوا على اساس انه جلال القادري هو كهبط معناه على البنك الاحتياط ومنظر الكبير غايب بسبب كورونا، هاي تصرحت الامور والعلاقه ما بين الملاعبيه والمدرب قربت اكثر، انت شنو رايك في النقطه هذه؟ والله هذه نقطه دوخني برشا وتعبني بالحق، معناتها كي تشوف معناتها منظر الكبير معناتها هذا اطار فني كامل فيه 7 ولا 8 اطارات من احسن ما عندنا في تونس. النجاح للفريق الكل معناتها الاطار الفني كل واحد عنده معناتها البلوس نتاعو، وانا نقول لهم معناتها اللي حضروا مليح المقابله نتاعهم سيرتو تكتيكيا على راسهم منظر الكبير، معناتها انا خدمت برشا ونعرف اش معناتها الجوان راهو يعيش في جروب يكمل الصلاحيات اللي عنده، معناتها عن منظر يعطي الصحه كيف جلال معناتها الحقيقه معناتها عطى ليكيب انفي اخر معناتها في لي مومون فور في الماتش نتاع البارح. المنتخب التونسي احنا نعرفوا كل امكانيات الفرق الافريقيه تفوقنا فنيا وماديا، اما ديما عزيمه التونسي وقلب التونسي الحقيقه معناتها الجروب هذا عمل كوباراب باهيه، 60% من اللي موجودين في الكوباراب اليوم موجودين معناتها عندهم الاكسبيريونس نتاع 30 يوم عداهم مع بعضهم، هذا يظهر في لي مومون ديفيسيل في الماتش. زاد كيف لي كادر نتاع ليكيب كيما يوسف معناتها في وقت اللي استحقات ليكيب لقاتو لي رومبلاسون زاد بعد الكورونا، وتعرف قداش من ملاعب يخرج اليوم تلقى الحدادي اول مقابله ليلو عدا مقابله كبيره، الجبالي اللي ما شاركش في المقابلات الاولى كيف وقت استحقيناه لقيناه، هذا اش معناتها منتخب 28 لاعب اللي كل لاعب من الموقع نتاعو يقدم اللي عليه ونجمو نمشيو لبعيد. وشفنا معناتها المنتخبات الافريقيه اللي بسميها ولا جدد ما فماش ديفيرونس كبيره حتى في السكور اللي خرجوا، تشوف السنغال ماركيت بونت وبرك معناتها في تروا ماتش، جزر القمور معناتها تعديت، سيراليونيا قامت بكوب دافريك كبيره وخرجت، معناتها تو على مقابله لعب. انا نقول كل مقابله لازم تحضر كما مقابله نيجيريا ونعطيه احسن ما عندنا نجمو نمشيو لبعيد. عماد جست سؤال ثاني فوزي بعد نعطيك الكلمه،
المدرب اليوم منظر الكبير كان غايب على المقابلة هذه. أنت بحسب خبرتك عماد كيفاش حسب رأيك نسق الأمور منظر الكبير مع بقية الإطار الفني؟ كما قلت لك راه في مقابلة ما هو منظر الكبير قبل ما يمرض ديجا ورقة حمراء معناتها حتى إذا كان في المقابلة باش يكون في المدارج معناتها. فما راهو محضرين بلان أ أو بلان بي لي شونجمون نتخيل زادا فما من المستاف ولا من المسؤولين الموجودين في تواصل مع المدرب قالها زاد سي جلال القادري قال راهو معناتها تواصل ستاف اللي قعد معناتها وعطاه حق منظر الكبير بيان سور وهذا قلت لك ترافاي دو جروب راهو ما تنجح هنا تونس كيما قلت لك ما عندناش ناس كوسو سوا دي جوار ولا دي زونترونور اللي يخلصوا في 200 و 300 مليون في الشهر اما راهو بالجروب نعملوا نوصلوا لبعيد وشوف انا من الموقع هذا ليزيكيب التوانسة قبل المنتخب والمنتخب النتائج اللي يعملوا فيهم راهو اكسبلوا كبير لتونس معناتها ونعرف شو نقول معناتها الامكانيات ضعيفة برشا قصوى في الفرق او عماد ديجا خدم البرة ويعرف معناتها فما تو جمعيات في تونس وكبار ما عندهاش وين تدرب صحيح معناتها راهو اللي نعملوا فيه اكسبلوا كبير يلزم الشعب الكل التونسي والرياضيين كل التوانسة يخرجوا من الحسابات الضيقة ويدعموا المنتخب هذا. فوزي سؤال بالنسبة ليك أنا حبيت اليوم سؤال مع عماد واصل مع خاصة خاصة وجود عماد بن يونس يعني أنا يعني كوبي كولي ظهر لي من 96 قول منتخب 2022 يعني كلمة ولا الأغنية ما احناش مروحين ظهر لي أنت كنت متواجد عمرك 21 عام ساعتها عماد لقيت ملاعبيه كبار يعني نشوفوا احنا تو كيما حنيبال يوسف المساكني بيناتهم بريسك 11 سنه ولا 12 سنه وتعتك الفتره انت مع بعض اللاعبين الموجودين غد كيفاش كانت الامبيونس وكيفاش الكاركتير نتاع التونسي الملاعب التونسي احنا وقت مشينا جونزبورغ ظهر لي ما كان حتى واحد خاصه المباراه اللي ربحناها 3-1 يعني المباراه المهمه يلزمنا نترشحوا كيفاش عشتوا الوضعيه كيما هكا الوضعيه كيما كنت تحكي فوزي تشوف معناتها اللي كادر ديما نمن معناتها في العائله فما البو فما الخو الكبير في جمعيه نتاع كره كيف معناتها في الوقت هذاك كان فما شكري لو عارف فما سيمي ترابلسي من اللي كادر الكبار في المنتخب هذاك وحاضر ومليح الملاعبيه وشجعوهم كيما قلت لك في لي مومون ديفيسيل نتاع مقابله ولا نتاع مشكل في ستاج خاطر تعرف جروب يتعايش ب 50 واحد في شهر مع بعضهم بصير شويه مشاكل صغيره واحد وقتها تظهر قيمه لي جوار كادر وانا علاش يوسف معناتها مش كان يوسف ما يوسف خرج ماتش كبير برشا معناتها نحكي مش من الهدف برك اما كان موجود معناتها حتى في لي ديكلاراسيون نتاعو هذاك علاش قلت لك معناتها يلزم مجموعه احنا قوتنا في كي نبداو اون جروب كسوا جمهور ولا مسؤولين ولا ستاف تكنيك ولا لاعبين التونسي خرج العجب معناتها عماد دلوقتي نحكيو على الهجوم تاع المنتخب التونسي واستغلوا حضورك معنا هل بارح منتخبنا كان ينجم يسجل اكثر اهداف في مرمى نيجيريا كيفاش قريت المباراه ككل عماد والله أول حاجة مبروك علينا على الانتصار وترشح الربع النهائي نتخيل الطريقة اللي لعبنا بها البارح بلوك كومباكت كان تالي لعبنا أكثر على الكونتر يمكن بونتو في بالي ماتش وقت كي هكا متنجمش تلقى فيها برشا أهداف يعني ظاهرة تونس نيجيريا زوز يعني منتخبات كبار النتيجة كانت باش تكون واحد بلاش اثنين بلاش يعني ما نتخيلش كانت تكون فما برشا أهداف في بالي التكتيك اللي لعب عليه المدرب واللي فهم الاولاد هذاك هو اللي صار بونتو جاء من اكسبلوا انفيديوال من عند يوسف نتخيل كيما شفت الجزيري في الهجوم ما جاوش برشا كور مالجري حارب برشا ولعب بروح كبيره لكن هدف اللي كان هو في بالي يكفي انه المنتخب باش يتعدى للدور الجاي وهذاك اللي صار عماد عودتك للبطولة التونسية من الدنمارك علاش رجعت للنجم الساحلي هل لأنك معناها حبيت أنك تمشي للمنتخب التونسي واستنيت ربما دعوة من منظر الكبير في كأس العرب ولا لا والله صحيح كما قلت لك البروجي متاع النجم الساحلي كان مشجع يعني باش كي جيت باش نصح في تونس حكيت انا والرئيس وحكيت مع المدرب ومع سي عماد بن يونس زاده كان فما بروجي نتاع تشامبيونز ليغ وجمعيه باهيه يمكن بعد صاروا حوايج بعاد على كره القدم معناها حوايج خارجيه كيما نقولوا ما عطلت شويه الفريق والبدايه ما كانتش طيبه في الشامبيونه
حوايج تصير هذه في بالي في الكوره. إيه خممت انك تمشي للمنتخب التونسي بعودتك لتونس؟ اكيد اكيد، خاطر انا كنت لعبت يعني الليغ لعبت فيهم كل كوكسوا في الصين ولا في الدنمارك ولا في السويد، بعد شويه على الاعلام وعلى هنين قلت علاش لا باش نرجع لتونس تكون قريب لهنا ولعبت كل نجم تشوفك. لكن كما قلت لك البدايه ما كانتش موافقه في بالي في النجم الرياضي الساحلي، وهذيك الكوره تنجم تنجح تنجم ما تنجحش ومازالت. إيه شو مسيرك انت تو بالنسبه للنجم الساحلي؟ سمعنا عديد الحديث، شو ما بالضبط مازلت مرتبط بعقد مع النجم؟ اكيد مازلت مرتبط بالعقد مع النجم، وان شاء الله في النهارين الجايين باش تكون قاعده مع سي ماهر القروي رئيس النجم الرياضي الساحلي، وان شاء الله باش نحسموا فيها الامور نكملوا يعني نشوف اسكو باش نكمل مع النجم الرياضي الساحلي ولا باش نغادر ان شاء الله. انت باش تغادر ولا عندك وجهه اخرى عماد؟ يبدو لي تخمم انك تعاود تحترف من جديد لبرا من تونس. شنو اللي باش يصير؟ أما الفريق نتاعي اللي كنت فيه في الدنمارك طلب مني العودة، يمكن أما بورسنتاج كبير أني نعاود نرجع غادي وواحد يعاود يرولونسي الكارير نتاعه يعني. سورتو أنه عندنا لاعب آخر يلعب في الدنمارك اللي هو أنيس بن سليمان، هذا ما يشجعش. أنيس وعصام زوز. أيوه عصام جبال. ما يشجعكش عماد ربما باش ترجع غاديك وحتى تلتحم بزوز ملاعبية ذوما وتولي حتى سند كنت إذا في صورة ما تألقت وسجلت أهداف؟ صحيح. تكون لك دعوة في المنتخب سورتو أنه في الفترة الجاية عندنا كأس العالم في صورة ترشحنا، وتوا عندنا مشكلة ظهر لي في مركز المهاجم عندنا كان سيف الدين الجزيري فقط. صحيح كما قلت عصام ولا أنيس يعني زوز ملاعبية نعرفهم من قبل من اللي كنت في الدنمارك غادي، ديجا ما يسكنوش برشا بعاد، نتلقاو ديما غادي مع بعضنا نتلقاو ديما. كما قلت أنت يمكن تو باش نخمم أكثر نرجع للدنمارك إن شاء الله باش نكون تعاود ترجع ترولونس الكارير نتاعك من اول جديد، وعلاش لا نكون موجود في المسابقات الجايه مع المنتخب ان شاء الله. واضح. باهي فوزي باش نسالك سؤال ابروبو اللي صار في الفتره الاخرانيه بعد الهزيمه ضد غامبيا، كملنا في المركز الثالث، برشا انتقادات برشا رسائل سلبيه مشات من تونس للكاميرون، ملاعبيه تحس انه فما رياكسيون البارح على برشا حاجات معناها بسبب الانتقادات الكبيره هذيا، شنو رايك انت كيفاش تنجم تعلق؟ طبيعي الياس تو تقول لي ساعات يقولوا انتقادات، اذا المنتخب ما عطاش اداء ممتاز وما فماش انتصارات وما فماش ترشح بالطبيعه باش تلقى النقد كبير. بالنسبه للمباراه اذا النقد يجيب ريزلت اخر نبداو نقدوا من تو زاده. اذا كل نقد اللي كيب ناسيونال تبع بالمانيا فما نقد من النقد فما نقد من النقد. اسمعني اي واحد ما شككناش في الوطنيه نتاعهم، ما شككنا في شيء، شككنا في الاداء. شنو انت تو سامحني منظر الكبير ولا رئيس الجامعه وقت تتفرج على مباراه غامبيا اسكو هو فرحان بالاداء تاع اللاعبين؟ بالطبيعه لا، اما هو ما ينجمش ينقد على خاطر هو موجود. منظر الكبير قبل في البلاتو تاع التلفز كان موجود ينقد اللاعبين، ينقد الاداء الفرق قبل وقت كان محلل. دونك عادي، ما احنا شنو ساعة ونص ريت تاع عامس الماتش قبل بساعة ونص قبل يبدا الماتش، العباد الكل نسيت الكبير ونسيت النقد وتخمرت مع الماتش، فما واحد ما تخمرش البارح هيك ساعة ونص وبعد نرجعوا مثلا بار اكزومبل الغناية نتاع سفيان داش في إذاعة الديوان، إذا هي عطات لي فيها هكا وعملت بوليميك كبير ماذا بيا سفيان يزيد يغني يقول تاتك تاتك بركينا فاسا جاتك ماهيش. إذا هي عطات هك وعطات دفع معنوي للاعبين والإطار الفني ونلقاو في حجة ملابس المنتخب ونلقاو ياسر بلاتويل وتتنظر، هو البرنامج تاع نوفل الورتيني على إذاعة الديوان هو برنامج موجه جدي 100%، فيها التحفينه فيها الشعراء فيها حاجه. بالنسبه لهشا سفيان الدهش راهو ممثل فكاهي، دونك اللي يعملوا تاع فكاهه انتوا شبيك ما شدتوش. خايف انه الملاعبين يقعدوا يركزوا في الرياكسيون هذوما، انا اللي خايف منه. لا سامحني لومبيونس، انا تاتك تاتك عملت امبيونس في تونس يعني لعبت كلها تغني فيها بلاتو التلفزه ولا ترجع لها كاين سفيان داش يا خويا مالا سفيان داش نقول له شابو با اللي عملته بكون انت الاغنيه هذه وصلت المنتخب باش يربح نيجيريا. يعني فما حوايج مقبوله وحوايج مش مقبوله. لي غونيول قبل لي غونيول رؤساء الدوله في فرنسا وي تي في تونس انت لي غونيول اللي تعملت في تونس يجب دول العباد كلها عاديه الحكايه.
دونك اليوم النقد ما ثم حتى واحد تحت النقد، النقد الرياضي، النقد خلينا نقول احنا ما فيه حتى تهكم. اليوم النقد هذا عادي يصير في اي في اعتى الدول، والكره راهي مشغوله هكا اليوم. اي انسان احنا نقدنا في البلاتوات الياس اليوم من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، إيه كل واحد لهم باش تنقد. فما عباد قاعده تتمنى حتى الخساره. ايش نقول في الموضوع؟ نقول لك حاجه، اليوم احنا لهنا اليوم يلزمنا نغزروا الماتش هذه نتاع نيجيريا في حاله الربح اليوم، مش نغزروا في حاله اخرى. الماتش هذا اليوم سي اكسبسيونيل، اون افي ليكسيبسيون اليوم في الماتش نتاع نيجيريا. الاكسبسيون فين صارت اليوم؟ في رده الفعل نتاع اللاعبيه، رده الفعل نتاع اللاعبيه. واليوم قتلوا نتاعهم هذه اليوم كانوا بالرسمي 11 محارب موجودين على الميدان، هذه حاجه باهيه برشا. اليوم طريقه اللعب اللي لعبنا بها في المنتخب الوطني التونسي طريقه ذكيه برشا. اليوم فريمون سي دو هاي ليفل، معناتها اليوم حاجه الفوق، الباره طلعت الفوق. كلك سوا شكون هو الاستاف، نحكي على الستاف كامل اليوم، ستاف تونسي راهو يا بوكو دو ميريت اليوم. شو التونسي احنا تو سامحني، شنو اللي تبدل في 48 ساعه؟ سامحني تبدلت برشا حوايج. شنو هما اللي تبدل؟ تبدلت اليوم الماتش 48 ساعه، تنقل راهو تنقل اكسبسيونيل اليوم 1300 على مستوى الاداء، وعلى مستوى على مستوى الاداء نحكي اليوم على مستوى الاداء. المنتخب التونسي هبط بوج اخر فوزي حابين ولا كرهنا. شنو السبب؟ شنو السبب اليوم؟ ثم كومينيكاسيون، فما رياكسيون، فما اليوم. اليوم كان قسم الماتش على 100% نعطيه 50% للاطار الفني، نعطي 40% للملاعبيه والرياكسيون نتاعهم والرجوليه نتاعهم، ونعطي 10% حظ اليوم للمباراه هذه فوزي. بكل صراحه ثم نوع من الحظ، الورقه الحمراء اللي خرجت وكل شيء. اليوم المنتخب النيجيري ما كانش في في اوج عطائه. اليوم احنا شعبنا تونس وقفت نيجيريا. ايش نقول لك اليوم احنا اليوم سامحني انا مانيش فني، سامحني سفيان مانيش فني، لكن علاش ما نمشوش؟ تونس عرفت كيفاش يمشي نكمل نيجيريا. انا مش نكمل اليوم اون شيرشي لو ديزيكيليبر، معناتها انت تحب تشيرش ليكيليبر في الديزيكيليبر نتاع ليكيب ادفيرس. الديزيكيليبر نتاع ليكيب ادفيرس فين صار اليوم؟ انت اليوم هما يسون اتليتيك يلوجوا عليك الاحتكاك البدني، يسون تري فور سور لو بلان فيزيك وكل شيء. اليوم انت كي كنت كومباكت نحيت لهم هذيك توسكي اتليتيك وعملت على الفنيات نتاعك. واحنا ملاعبيتنا يعرفوا يلعبوا الكول قصار، يعرفوا يخرجوا، عندك عندهم امكانيات فنيه برشا، ما خلقوش لي زيسباس. احنا لي زيسباس اللي تخلقوا زوزو كور نتاع بونتو سبحان الله. لكن اليوم ثم زاد ميريت ميريت الديفونس، ميريت الميليو تيران يلعب. خلينا نكمل نحكي على الديفونس. اش بنت على الديفونس باش تعرف يكون المباراة حضرتها المنتخب الوطني والإطار الفني مهما كان اسمه، حض المباراة كيما هي. عرفتش عليه؟ حتى دراجون اللي قبل كان يدز يعني في الهجوم، والا أسامة الحدادي ظهر لي زوز ما طلعوش هكا عماد. ديسيبلين هذاك ديسيبلين. سامحني سفيان، فما حاجة راهي يلزمنا نحكيو فيها. احنا عشنا كوارجية وعشنا دي زونترونور، راهو الملاعبي لا سفيان الدهش لا جمهور لا العبد البسيط اللي قلقهم، بالعكس يشجعهم وخذوها بنقطه. وانا نعرف حتى كي غناو شيخين، اما فما حوايج بالحق في الكوره موجوده والملاعبي والمدرب يحس بها، وصارت قبل ما يمشيو لكوب دافريك مع منظر الكبير مع الصحفي. باحتراماتنا الناس كل، راهو فما ملاعبيه تعرف، فما ناس عندهم نيه اخرى مبيته، لا تونس لا منتخب ولا جمعية. هذا اللي يمس ويقلق لي جوار اسبوع عماد نوصل. فما عباد يعني من تونس ما يحبوش اللي كيما نسولونا تربح. فما موجود ونعرفه، احنا نعرفه موجود ونعرفه موجود جو كونفيرم. هذه حاجة. الحاجة الثانية اللي في الماتش، راهو الملاعبية ولي زونترونور مسوهم في الامور بروبر نتاعهم. معناتها راهو تشوف البيريود نتاع الكوباراب ولا الواحد يهز يهز يتحمل، لقاو روحهم مع بعضهم في جروب. وراهو كي تبدا صابر راهو ربي يبارك، وربي ما عطاناش مقابلة غامبيا، راه ما عملناش مقابلة خايبة مقابلة غامبيا، متوسطة. قلنا أقرب إيه لما أقرب باش نرفض أقرب اللي ما فهمناش أنه بعد الماتش هذا اللي حبيت نقول لك عليه، هذا اللي حبيت نقول لك عليه. ليكيب ناسيونال تلوج على ريزولتا باش تتلم. لقينا العباد كلها على أعصابها من قبل ما يمشيوا، من الستاف تكنيك للمسؤولين المشرفين على المنتخب للاعبين. تويكا اللي باهي حاجة باهية برشا اللي انتصار نيجيريا، هذا يلزمنا نبنيو عليه وما ندخلوش. صحيح ما ندخلوش في الجروب هذايا شكون لونترونور هو اللي جاب الماتش لا جماعة الاخر يقول لك الكبير. توا كيكيب كامله مع بعضها ان شاء الله. سامحني لحظه فوزي، فما معطى مهم برشا اليوم. علاش الجزائر ونيجيريا خرجوا؟ لانه فما نوعا ما تكبر على على الكوره على المسابقه. الجزائر تكبرت على كاس افريقيا، شنو صار؟ نيجيريا كيف كيف نقطة تكبرت على المنتخب التونسي. الكره ما رحمتش. نجم نجاوبك فيه. انت تشوف لي جوار اللي موجودين في نيجيريا فين يلعبوا خويا؟
وشوف انت في الانجلترا كثير انت تشوف في في ليستر سيتي تشوف انت الملاعبين اللي يلعبوا في الجزائر اكثريتهم فيه اليوم الملاعبين اللي تلعب على المستوى المحلي في الانديه نتاعها اليوم هي اللي قاعده تخوض في المباريات في بطوله افريقيا وفي كؤوس افريقيا وقاعدين عندهم الاكسبيريونس واليوم باش تلعب ضد فرق كيما هكاك في نجم نفهموا نفصلوا بين شمال افريقيا وجنوب الصحراء في الكوره شفت دو زيكول ماهمش كيف كيف في الكوره سنرينا فوار نحكي اليوم على المنتخب الجزائري التونسي المغربي المصري واليوم من بعد نحكي على المنتخبات الاخرين في الكوره كيفاش يلعبوا دونك ثم دي زيكيب سون تري اتليتيك فهمني ولا عندهم دي كاباسيتي تكنيك لكن اليوم المنتخب الوطني التونسي عنده طريقه لعب كيما الجزائر عندها طريقه لعب وكل شيء ثم حاجه كنت تدرج على المنتخب الجزائري نحكيهم بعد على الاعلام وكيفاش داروا عمليه النفخ اللي صارت لكن المنتخب الوطني التونسي نشوفوا اليوم الرياكسيون تاعو الرياكسيون اللي صارت بارابور ماتش نيجيريا في الكادر نتاع ماتش نيجيريا رياكسيون غير متوقعة للشعب التونسي كامل لو واحد استنى عليه صار مستنيينها صفيا برشا مستنيين انا مستنيتاش انا مستنيتاش علاش معروفه راهو كي العبد يبدا عليه برشا ضغط يلوج على مقابله كبيره باش تظهر فيها خاطر راهو المنتخب التونسي ربح تشي غامبيا 5 كيما ربح موريتانيا لا هذه موريتانيا ضعيفه عمرنا ما نعطيو الميريت ليكيب ناسيونال كيف ماش نيجيريا انا قلت لك ستاف تكنيك معناتها الدروس مليح نيجيريا وخدم الميح المقابله نتاعو واللاعبين طبقوا مع القليب ومع لونفي نتاعهم هو اللي جاب الريزولتا انا سامحني لا عماد انت كنت مدرب يعني تو مدرب يعني تبارك الله عندك تجارب عديده تحسي يمكن منذ الكبير اول مره منذ توليه مقاليد الفنيه المنتخب اول مره يتفرج على مباراه بعيد على البنك اسكو مش كله درس خاطر احنا تو وقت نحس جلال ما غير ضغط خدم جلال ما غير ضغط منذ الكبير يمكن الضغط سمحنا منذ الكبير عنده ضغط ياسر لا فاسون تاع لا مانيخ حتى في لي كونفيرونس افون ماتش ولا بري ماتش قاتو على البنك حتى طريقه الفرحه يعني ساعات فرحه ياسر تاع واحد ضغط عليه اسكو المره هذه منذ الكبير وقت بعد على البنك نتاع المنتخب الوطني وجلال هو اللي يسير المباراه يمكن يخدش يراجع نفسه منظر فما عديد الأشياء خاطر منظر الكبير أكثر واحد عنده الضغط عليه ويمكن الضغط سيبه زاد على اللاعبين يجب يكون فوزي أنا قلت لك منظر الكبير راهو من البطولة العربية وقبل البطولة العربية قدم في نتائج محترمة للمنتخب ولعبت كل ضده جلال كما قلت لك راهو خدمة ستاف خدمه كل واحد الأمور الورقة الحمراء المرضى خليت باش يكون جلال علينيا قام بواجبه هذا راهو لا فيه منظر الكبير كان جاع التيران يعدي للواحد سامحني عماد انت فما حاجة قلت بديت الحصة قلت وقت تبدأ عندك لاعب كيما يوسف المساكني على الميدان وهذا يعني هو فوزي هذا هو يوسف المساكني يوسف المساكني يجم يهز ضغط اللي ما يجمش يهزه المحجبي معناتها اسمه المجبري اي هذا هو سي نورمال جوستومون هما اللي يهزوا الضغط نتاع جوستومون عماد باش ياخذوا معانا توا والد يوسف المساكني سي منظر المساكني باش نحكيو على تألق يوسف سيرتو البارح وقت استحقيناه عمل اكسبلوا انديفيديوال وربحنا في الماتش سي منظر اهلا وسهلا بك اهلا بك اهلا خويا لاباس مرحبا بك مرحبا بك سيدي على ديوان فاب معك الياس بن صالح سفيان سيسي فوزي الخماسي عماد الويتي وعماد بن يونس يا منظر سفيان سيسي تحياتي لي مد عليه منظر مرحبا يا منظر مرحبا خويا عايش خويا الغالي مبروك الانتصار مبروك يا خويا مبروك علينا خويا عايش سفيان عايش خويا ما زلت فرطاس ولا فرطاس كالعاده منظر اسمع نحب نقول منظر المساكني لعبت معاه انا صغير في طلعت لابس كاسكيت جا معايا منظر لابس كاسكيت جا معانا النادي الهادي الصفاقسي كنت نعشق الملاعب هذيا راهو اذا كان اليوم يوسف يلعب بالطريقه هذيا نقول لهم راهو ملقح على منظر بو تكنيسيان وانا والله سفيان وقت اللي طلعت انت معانا سينيور وقتها نقول لهم لي الكارير كبيره برشا يعيشك عايشك منظر ربي سي منظر مرحبا بك معنا البارح تبارك الله على يوسف بصراحة معناها تسديدة جاب بها الهدف اسكو سي منظر البارح حكيت مع يوسف بعد المقابلة جمعتكم مكالمة ولا لا شنو حكيتوا بالضبط اي لا بعد الماتش ما قبل الماتش ما نحكيوش يوسف ما عادش نحكيو على سنوات راهو برشا هذا تيزالنا مليانة نعطي في النصائح ليوسف لا يوسف ولا نور أكثر ولا ما عادش ناضج أكثر كي كان صغير كنت نحكيه وانا وين كبر يوسف
خليته خاطر وليت عنده أفكار أخرى لازم تكون خير مني أنا أفكاره هو. ما نزلش أنا نفرض عليه لاعب آخر ويوسف عمل هكا ويوسف عمل هكا، لا أكون أعطيه دي فلاش بعاد كي في الكورة، وليت عنده شخصيته وليت عنده كورته هو. بالنسبة لي استحكينا البارح في الليل بالفرحة كيفاش عمل خرجنا الماتش هذاك، ما تعرف يوسف صارت له برشا انتقادات وبرشا كلام وربي يهدي، ما نقولش انا الميديا والصحافه زاد عيب عليهم في برشا حاجات، ما 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 فما كلمه راح نقولها انا ما نتكلمش راهو برشا في الميديا، انا برشا ثلاثه زيدهم يتكلموا في ايجا ايجا كلهم اللي ما نحبش نتكلم، انا ودي في المنتخب زيد باش نتكلم. بالنسبه لي ما رحمهوش في بيرود، هو مستحق الاعانه نتاع الجمهور ونتاع الصحافه، جاته بيرود خايبه يوسف في حياته الخاصه الحمد لله تتجاوزها، لكن ما رحمتوش الناس بيوسف وفاي يوسف، الانتقادات الكل في يوسف وشكون هو يهبط في الليكيب ويوسف ويوسف. انا نقول عيب، فما يوسف 10 سنين كان هز الليكيب على ظهره، نقولها ونعاودها وما نحشمش منها، كان عاطي يوسف الفلوس في الليكيب ناسيونال وقت اللي تحبيه مثلا ما عادش يعطي في روندمون، يولي يوسف يهبط في الليكيب ويوسف يا اخي هو شكون باش ما يخرجش، البارح ولينا طالبين باش يوسف ما يخرجش من ليكيب، يعني ما مش لازم نعملوا شونجمون، يلزموا يقعد وقبل الطالبين يوسف يلزموا يخرج ويلزموا يخرج، معناتها ما عندنا قله المعروف في الجمهور التونسي في نيفو ايكيب ناسيونال، قاعد تسمع فيا ولا نسمع فيك معك سي منظر نسمع فيك. يعني بالنسبه لي البارح عم خرج لنا ماتش ما كناش نتصوروا احنا يوسف باش يرجع فورمته في الماتش هذا وضد نيجيريا، يعني كاليبر كبير، يعني ليل دروا ليوسف في الكولوار نتاعو راهو يلعب في جمعيه كبيره، راهو حتى البارح رينا كجوكر يلعب في البلايص كل تقريبا يمين يسار في الوسط كيف كيف. بالنسبه ليوسف رقى تيران البارح باهي فور التيران اللي لعبوا فيهم الاخرين منظر منظر تكتيكمون سوفيان معك تكتيكمون، اسكو الطريقه التكتيكيه اللي توخاها المنتخب الوطني التونسي خليت يوسف اكثر اريحيه في البوست نتاعو، نعرفوا احنا يوسف عنده زون دو كونفور نتاعو البلاصه اللي يلعب فيها مرتاح خير، فهمني ولا سيزان جوار اللي يزمو يلعب في البلاصه اللي يلعب فيها ضد نيجيريا، دونك نتصور انه يوسف لقى زون دو كونفور نتاعو في الماتش هذا يا خير. شوف سوفيان وقت اللي لونتونور يحط الفورميل يحط ليكيب ثم شكون بونتا وشكون على اليمين وشكون على اليسار، وعندنا ترو بيفو اللي لعبنا بهم، يوسف يلعب في الكولوار على اليسار كي ناك تاخذ الكره وتحط كره في سونتر باش نلعبوا، يوسف عنده الكولوار اللي على اليسار، اما في كي تبدا الكره كي ندخلوا في الماتش يوسف يبدا يسرق في بلايز اللي حاجته بهم، يبدا يتله مثلا في ليكيب ادفيرس في لي دروا اللي انا يدخل يوسف الاول ويخليه شويه، اما يخرجوا تروزيام بيفو باش يخطروا هو، خاطر فما بلايز يوسف فيهم كر اللي يكون فيهم مخطر، وفما بلايس يوسف تعطيه الكرة يولي جوار عادي تعطيها له يرجعها لك ما يزيدكش، فما بلايس ويلزم التايمينج نتاع الباس وقت اللي يوسف فما كور يبدا حاجته بهم تعطيها له في التايمينج يعمل لك كل شيء، اذا كان صار فيها روتار ما عادش يولي يوجع يوسف ما عادش يولي قوي يولي جوار عادي، يا اخي تنجم تتفك له علاش البارح ما حبش يزرف اللاعب ما حبش يمشي فيه على الطاك يهزها حتى عصام الشوالي يقول اجرب يا يوسف ولا ومبخر ومكركش توا وكرك في ساعتين، لا يطلع في البلوك ما حاجتوش باش يعمل بها تاك، حاجته باش يطلع البلوك يرتحوا شويه باش ما نقعدوش ديما احنا قاعدين نشتغلوا، اكو يشدها ويكسر وما يجربش ما يمشيش من الاتاك، اما تحس يوسف كانه ولا ليبر. لا سيرتو سي منظر البارح لارير دروا نتاع نيجيريا البارح معناها لعب كونترو يوسف تكون في تشيلسي يلعب تو في تورينو، يعني كاليبر كبير اليوم يوسف البارح معناها قدر انه يعمل انجرو ماتش بصراحه ضد ملاعبيه في قيمه فنيه كبيره برشا. هو سيبريل البارح انا واحد من الناس يعني بورد كي شفت يوسف من الواحد من الاول من الدرجه الاربع ساعه الاولى حسيته باش يعمل ماتش باهي، وحتى الجري نتاعو خير يعني المتريز لابال نتاعو ولات خير التيران احسن، فما عندي فيه عنده يوسف يقول لك الماتش هذا نروحوا يعني ما اخر فرصه معناها وعطى اكثر وحتى مخه ولا مرتاح شويه فهمت، ما في ديبلاسمون وبعده ما في اللي كيف من البلاد الاخرى يحكي لي على البيوت يوسف خلي بابا ما نجمش تبات فيهم، يعني الناس توصل تصبح على ترقد ساعتين في النهار هكا هو، يعني تبدلت الظروف كي مشاو البلاد هذيا،
التيران باهي فهموا رواحهم مع بعضهم احكيوا مع مدربهم مدر الكبير حتى بالسكايب يعني فما عندي في لزمنا حتى ولو هي نيجيريا ونس ما مش عاطين فينا ثقه اتو نوريو الحمد لله مشيت الكره عرفنا كيفاش ناخذوا تكتيكمون استنينا ما تسرعناش ما حاولنا مش 45 مينيت الاولى ما ناخذوش بونتو دخلنا في زمن تو هاك شفت تبدل في اللعب ولو نحن احنا نتكي ونيجيريا تك سي منظر مرحبا بك هو نمره رقم قميص رقم 7 هو عنده 7 مرات زاد مشاركات مع المنتخب الوطني في السباقات الافريقية سي منظر كيفاش عشت الماتش وشنو سبب الدموع نتاع يوسف المساكن ما دام كلمته بعد المباراة والله إذا نقول لك انا تو بريسك فسرتها شوية الدموع نتاع يوسف معناتها يعني نقول لك انا يوسف 3 أيام اصعب ايامات في حياتي تعديوني في وسط الديكلاراسيون قل لك أسعب 3 أيام تعديوا في حياتي معناتها يوسف تحط في زون لك اللي الناس كنت تغذر له أي زيها تبرى يا لي وفا يا لي ما عادش فيه جبتوا له حتى عائلته بو أنا نعرف جمهور أنا هو الجمهور اللي كريتيكا يوسف شكون سيمون لا مش لازم نسمي نحبش ندخل في حكاية أعطينا توجوه الفرحة بتسالش خاصة توا عماد بن يونس يغزر لي ماذا بيه مش يحكي على يوسف مع سي منظر اما بالحق ندور فعال خاصة نظرت البول حقاني والاباء كل حقانين بكون انت حسيت بولدك ظالي اصعب حواج لك انت مش اليوسف يمكن يوسف عنده الكرة مش يمشي مركي ولا حاجة منتي العصاب متاع ساعة ونص تعبت انت والمدام ظالي على خاطر يوسف ليش يصير بعد كيك من التواصل كله راوبون انا كابوها نحس يمكن أكثر من ديما ماذا بيه يوسف يعطي روندمو يعطي ليكيب ناسيونال أكثر خاطر يوسف نقول قدمنا برشا بعد على الفورما نتاعو معاوناش في برشا ماتشات الكوبارات سافا أنا نقول سافا الكوبارات رغم اللي مانيش مقتنع بالكدا بالكدا في الروندمو نتاع يوسف لكن نقول سافا قاعد ماركا وجابها صراح وكان أعطى دي زنسيست الكوبارات نقول سافا قلت انا الكوب دافريكا هذه جات الكوب دافريكا هذه جات خايبه جات بعدك الكوبارات بعدك التيرانات هذوكم بعد اللوكا اللي سكنوا فيهم جوريات انا كنت غادي خاطر تمشي للافريك وتمشي للكامرون تلقى كورونا تلقى الوكلا خايبه تلقى التيران خايب تتبدل الدنيا كل ما عادش تلقى روحك حتى في الروند مون تاعك حسيتو مع يوسف قلت لك الضغط اللي صار عليه علاش عمل ذكرى خويا منظر خويا منظر معك عماد بن يونس انا نعرف معناتها منظر لعب صاحبك لاباس لعب بهيب معناتها معايا ونعرف منظر عمره ما يحب يتكلم في الكوره واحد انا نعرفه تو يتسمى ما حكى حد شيء من اللي كان هزز لحمل اللي هزو يوسف وهزو منظر ديجا حكيت فيه قبل ما تحكي فيه معناتها الموضوع هذا والحمد لله راه ربي كي يعطي معناتها حوايج يظهر العباد على قلوبها كما يقولوها الحمد لله جاء مقابلة نيجيريا سمحني حبوا يدخلوا حتى بسكنة نعرف نيفو ميديا والميديا شنو تعطي مثال للجمهور التونسي او فلان ما حب عطاوش باس او فلان ما يحرقوا فيه عيب صحيح هذا والله اللي كنت نحكي فيها ما الحمد لله كما حنا بعد في الليل حنا بعد والله يا عماد يقول لي يا بابا راهو الليل كوارجي لكن مغلطين وقاعدين يغلطوا فيه قاعدين مثلا ولا هي السيديش وما تعطينيش كوره ولا يناقش ولا يتكلم قدام الناس عندها 10 سنين كارير اللي تعرف الكبير كبير والصغير صغير كل واحد مطلوب بدينا صغار ووصلنا كبار وكملنا كاريرنا وهذا ما يدوم شيء معناتها انا ديما نقول المجموعه هي الكل هذيك الفتنه اللي دخلت في الكبنا الشمال ولا حتى يسبق اقسم بالله يا عماد نعرف باش نوقف نعرف فهمت علاقته ما بحنا باع منظر انت جبتها لهنا العباد مع علاقته في بالي مزيانه برشا هو ويوسف ما في حتى من خو صغير شنو علاقته وما عندوش يوسف الافكار هذيا نتاع ما نعطيكش باس يا اخي تو اذا نقول لك تو واحد بيفو واحد ريجيسور وما نعطيكش باس على الثاني انت بيفو نعطيها لك كوره باش انت تعطيها لي عندنا كنا ريجيسور ديما البيفوات هما اللي يخدمونا بيان سور مش ما نعطيكش باس وعلاش ما نعطيكش باس والله واحد يحرق واحد فرد بوست هو ايه ملاعبي فرد كاليبر فرد كاليتي
مش نجيبوا نعملوا فتنه وندخلوا او ما حبوش يعطيوا راي راي منظر راي منظر اللي مسكني في حنا بعد المجبري كلاعب. قلت لك انا يوسف سمعتوني ايش قلت اي انت انت رايك انت منظر انا كمنظر انا كمنظر الوليد عنده كاريتي كره في السقي مزيانه حلوه وجاي ناس وجاي حتى تشوفه حتى في الجري يجري برشا لكن مازال مو ستابل مازال ما مرتاحش ممكن يعني معاه مش عارف حتى البوست نتاعو الانترودكسيون نتاع ستاف تكنيك اليوم كان يجمو يستحفظوا على حنا بعد المجبري خير من هكا معناتها اليوم في الانترودكسيون نتاعو في الكوب دافريك وفي كيفاش عنده باهي سامح لي كيفاش تحبوا يستحفظوا عليك من ناحية الاستحفاظ يخبيهم يلعبوه لا اللي يلعبوه في دي مومو يجم الملاعب يكون معناتها يعطي خير فيهم فهمتني ولا ثم دي مومو خلي يلعب حنبال ولا سوفين برجو انا ديما راهو فما كلام اللي قلقني على الاخر راهو منتخب عمره ما مدرب ولا لاعبين باش يستحفظوا على لاعب ولا باش يعطيه مصلحه اللاعب على مصلحه جمعيه كامله فالمنتخب الباهي يكون موجود كما قلنا حنبال عمل كوباراب محترمة برشا طفل صغير مازال مستقبله قدامه أما دخلنا في فتنة كبيرة برشا حنبال ما مركاش المنتخب التونسي ما هزش ألقاب ما أول كومبيتيون يلعبها نحبه كل شيء الواحد نعطيوه كل شيء وواحد اللي تاريخه وراه ومقدم ومازال يعطي نوقفوا له كاريره بزوز ولا ثلاثة حكاو احنا فرصة مادام المنتخب مترشح فرصة باش الأجواء هذه أنا نعرفها ومتأكد منها اللي هي نظيفة لداخل إن شاء الله زيادة البرة تكون نظيفة برشا ويدعموا المنتخب هذا بس منظر شنو توقعك للمنتخب التونسي في بقية الباركور في الكوب دافريك والله أنا البارح حلال البارح برك نحكي أنا حتى أنا أصحابي في قهوة قلنا زي تونس باش تخرج عليش على البر عدة الظروف للمرض الكورونا الأجواء الخايبة الفتنة اللي دخل في الفريق ناسيونال المدياش مخاروا على الفريق ناسيونال وش قالوا في منظر الكبير الكل هذي كله معناتها نقول أنا دي شي معناتها حتى الملعبية ما راك حتى ما سمعتوش علاش قال لك يوسف راهو قد ما سمعنا قد ما جاوبناش ما تكلمناش نستناو في المومو اللي باش نجاوبوا كرويا وجاوبوا الفريق ناسيونال الحمد لله فرحتنا البارح البارح ما كان حد يتصور اللي باش ما كنا نتصوروا ماتش نيل بوتيتر بتصوروا الديفيت انا زيرو فيه البركه يزيد الزيرو مشينا ولعبنا وزحمناها ايكيب خارج بنص بوان من التورنوا مترشحه يعني برافو للملاعبين توا عندنا نهار السبت ان شاء الله بوركينا فاسو بوركينا فاسو ست ايام ريكوبيري فيهم يخلص المونتونور نتاعهم والملاعبين زاد اللي مازالوا مصابين يخلطوا ان شاء الله لا الحمد لله يخلطوا كل يخلطوا مع الاثنين هذوما مع قلت لك ان شاء الله تفرجنا فيها بوركينا فاسو ماهيش قويه ماهيش جمعيه بون عندهم ديزيليمون باهيين لابون سونتر واحد اما سكين نلعبوا بها احنا لازم نقلقوا اي جمعيه ان شاء الله ان شاء الله سي منظر يعطيك الصحه منظر المساكني والد يوسف المساكني واللاعب الدول السابق شكرا لك سفيان اسمع فيك ونكلمك بعد ليميسيون منظر ليك وحشه سفيان عايشك يا منظر ربي يفضلك وعماد هذا وليش يعطيك الصحة وفوزي زادة وعماد الواتي معانا في الاستوديو شكرا لك سي منظر يعطيك الصحة على تدخلك معانا توا باش نحكيو على طبعا نتائج قرعة الدورة الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022 نسمعوا تقرير لزميلنا محمد أمين خنوش يحكي لنا على المواجهات الفاصلة هذه ونتائج متاع القرعة نهار السبت في مدينة دولة دارت قرعة براج منتخبات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 تونس والمغرب في مواجهات سهلة نسبيا مقارنة ببقية المنتخبات العربية تونس باش تلعب ضد مالي منتخب مازال يبحث عن أول مشاركة ليه في المونديال في المقابل نسور قرطاج من أجل السادسة بعد سنوات 78 98 2002 2006 و2018 المغرب ضد الكونغو الديمقراطية المغرب بذكريات مونديال 86 كأول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يوصل للدور الثاني لكأس العالم والكونغو الديمقراطية من أجل الوصول الأول لكأس العالم تحت هذا الاسم بعد ما لعب سنة 74 تحت اسم الزاير
على عكس المغرب وتونس، مهمة مصر والجزائر أكثر تعقيدا. مصر في مواجهة السنغال، زملاء المو صلاح يبحثوا عن الوصول الثاني على التوالي للمونديال والثالث إجمالا بعد سنوات 34 90 و2018. المنتخب الجزائري باش يكون في صدام مع الكاميرون، زوز منتخبات كانوا غايبين عن مونديال روسيا. الجزائر امام فرصه تاريخيه لمحو خيبه الكان وبلوغ المونديال، ولما لا تكرار انجاز 2014 بالوصول للدور ال16. آخر المواجهات في البراج باش تجمع بين زوز منتخبات يعيشوا سنوات من الضياع الكروي، غانا ونيجيريا، لم يبقى منهم سوى الاسم والتاريخ والكنية. البلاك ستارز خروج من الدور الأول للكان وغياب عن مونديال 2018. السوبر جريني جيلز نيجيريا بعد الفشل في الكان ما عادش فما مكان آخر للفشل. نيجيريا عبر التاريخ أثبت مع كل مشاركة أنه منتخب قادر على لعب الأدوار الأولى في كأس العالم، ترشح 5 مرات للمونديال ولعب مرتين الدور 16. 10 منتخبات إفريقية، 5 مقابلات بنظام الذهاب والإياب. في شهر مارس الصراع باش يحتدم من أجل 5 بطاقات لكأس العالم قطر 2022. فهل سيشهد مونديال قطر حضورا قياسيا للمنتخبات العربية؟ إذا المنتخب التونسي باش يواجه مالي مرة أخرى في دور الفاصل من تصفيات كأس العالم. عماد الواتي، كيف تشوف المواجهة ذي بين تونس ومالي؟ والله ما أكيد مواجهة مش باش تكون سهلة، بطبيعة ماتش براج متاع كوب دي موند باش تكون مباراة صعيبة، لكن حسب ما شفنا المالي كيب لعبنا لها نعرفوا كيفاش تلعب ستيل دي جو متاعها. فريق ممتاز، نتخيل عنده عناصر باهين ياسر، لكن على مباراة كيما قلت لك يمكن الحاجة الباهية أنا باش نلعب الروتور في تونس، هذه حاجة باش تعاون نتخيل المنتخب بالكدا. حتى الذهاب ممكن برشا ما يتلعبش في مالي، صحيح في المغرب يمكن الذهاب صحيح. حاجة في بالي إذا تمشي لصالح المنتخب، إن شاء الله من المباراة الأولى نحاولوا أن ننتصر ولا نجيبوا نتيجة إيجابية باش تخلينا في الماتش روتور نلعبوا بأكثر أريحية. كما قلت لك مباراة براج متاع كوب دي موند، إن شاء الله نتخيل المنتخب التونسي باش يكون موجود في مونديال قطر بحول الله. أسهل حسب رأيك المواجهة هذه بارابور مثلا مصر اللي باش تلعب ضد السنغال، الجزائر ضد الكاميرون، والمغرب ضد الكونغو الديمقراطية؟ نتخيل كان تسأل أي واحد شكون المنتخب اللي تمنى باش تلعب له في البراج، نتخيل برشا باش يختار منتخب مالي يمكن على حساب منتخب الكاميرون ولا السنغال. اليوم كيما شفت فرق قوية برشا، نتخيل منتخب ما نقولوش منتخب في المتناول، لكن لقاء ان شاء الله نكونوا فيه حاضرين كما قلت لك 100% ونتمكنوا نتأهلوا للمونديال هذا. عماد، باش نزيد على عماد، معناتها فما فاكتور قوي برشا معناتها هذوما اللي تونس راه ديما نقولها ولات عندنا لي تراديسيون تاع الكوب دافريك ومتاع الكوب دي موند، هذا يلعب برشا لصالحنا. مالي عندها برشا ما مشيتش لكاس العالم، باش يكون عليها ضغط كبير، و كما قال عماد في المقابلة الأولى إن شاء الله من هنا الغادي إن شاء الله المنتخب متاعنا واللاعبين متاعنا يكونوا في أحسن أحوالهم بقدرة ربي نجموا نتعداو الكأس العالم. حسب مريت مباراة الكأس الإفريقية ذي ما بين تونس ومالي، هل واضح التكتيك واللعبة متاع منتخب مالي قدام منذر الكبير باش ينجم ربما يبني على المقابلة هذيك؟ تاخذ فكرة الفريق المالي كما قال عماد، معناتها فريق محترم برشا، أما ديما كل مقابلة وظروفها، معناتها مش كما مقابلة في دوري المجموعات في الكان كما مقابلة متاع تمشي بها الكأس العالم. أنا نقول ديما كل مقابلة وظروفها، إن شاء الله منا للوقت هذاك أحسن حاجة يكونوا اللاعبين متاعنا والمنتخب في أحسن أحواله في الفترة هذيك. فوزي مباراة الإياب باش تلعب في رادس، رينا في اخر مقابله من تصفيات كاس العالم ضد زامبيا شو اللي حصل ما بين الجامعه والوزاره، جمهور في الاخر ما حضرش، الوزاره تقول لك الماتش ما غير جمهور، الجامعه تقول لك لا بالجمهور، هل المشكله ذي لازم تتحل بسرعه ما بين الجامعه والوزاره ولا تشوف انه مش يحصل مشكله اخر بعد المسابقه الكاس العرب في قطر؟ الجمهور المنتخب رجع يعني تو في وضعيه كبيره، وضعيه زاده بها ممتازه جدا، ان شاء الله المنتخب التونسي يمشي في اكثر في المسابقه الافريقيه، جمهور المنتخب باش يكون دافع رقم واحد للاعبين، خاصه هذه مباراه بتاع كاس عالم، حتى تو السنغال ولا الكاميرون ولا مصر راهو النيفو هذا اقوى باش يلعبوا بمستوى ارقى من الكاس افريقيا،
خاطر كوب دو موند اللاعبين كلهم باش يسوقوا صورتهم باش يزيدوهم السعر بتاعهم راهو كاش بالكاس العالم. دونك تونس قادره باش تمشي كاس العالم ومباراه رادس هي اللي تكون مهرجان كبير ياسر اختتام كما نقولوا المسابقه العربيه والبطوله الافريقيه وتمشي ان شاء الله البطوله الافريقيه الكاس افريقيا تمشي مستوى كبير ياسر المنتخب التونسي ان شاء الله يترشح الدور النصف النهائي ولا النهائي وبعد وقت انت تمشي للرادس ان شاء الله تصفى القلوب ويحضر وزير الشباب والرياضه واذا الزم رئيس دوله يحضر والمكتب الجامعي وتصلح الوضعيه ويمشوا لقطر العباد الكل في طياره خاصه مع بعضهم العباد الكل من سلطه الشرف من المكتب الجامعي. باه سفيان نتائج المنتخب التونسي في كاس افريقيا باش تلقي بظلالها على المباراة والمواجهة ما بين تونس ومالي اكيد. كل كومبيتيسيون عندها الحقائق نتاعها الياس لكن صحيح ثم اسوندون يجم يصير اذا كان المنتخب الوطني التونسي يمشي لبعيد اليوم حاجه ممتازه برشا لكن اليوم المنتخب الوطني التونسي جاهزيته نجم نقولوا في احسن جاهزيه مش يكون ضد المنتخب المالي لانه عمل باركور في الكوب اراب اليوم في الكوب دافريك الملاعبيه حاضرين ثم خلينا جروب خلينا نقولوا اوموجين حاضر باش اليوم يتعدى العقبه هذه الماتش مش يتلعب في المغرب يظل الى ليه مازال ما تحددش الرتور لهنا في تونس يلزمنا نخليو عركتنا بعاد فهمني ولا بين سلطه الاشراف والجامعه التونسيه لكره القدم من المستفيد من العركه هذه الكل خويا ماذا به يبعد شويه يزيدي خلي اليوم الكوره تتلعب بالرياضه يزينا مسايسنا وما نعرفوش كل مستفيد اما الخاسر واضح اليوم المنتخب التونسي اليوم المنتخب الوطني التونسي قاعدين نسمعوا في حكايات وفي برشا امور خارج عن نطاق الكوره خليوا الكوره يا خويا تتلعب اليوم عندنا كوب دي موند اليوم عندنا تسويق لبلادنا تسويق لتونس اليوم تونس شرفتنا خلينا نقولوا ان غروند ناسيون رانا اليوم في الفوتبول يلزمنا نكملوا على الطريقه هذه وباذن الله الياس بإذن الله مش نترشحوا إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك سفيان فوزي عماد وعماد أكيد باش نرجعوا في الساعة الثانية باش نحكيوا على المواجهات الأخرى متاع تصفيات كأس العالم كيف كيف باش نعلقوا على يبدو أنه عقوبات فيما يخص المنتخب الوطني التونسي منذر لك